الثورة وشباب الثورة. وأكد بن عمر خلال اللقاء أن الأوضاع في اليمن تسير نحو الأفضل، وأن التغيير يجب أن يلبي مطالب الشباب الذين خرجوا إلى الساحات وقدموا التضحيات في سبيل يمن ديمقراطي. من جانبها طالبت الناشطة توكل كرمان الرئيس هادي باتخاذ قرارات جريئة بإقالة أقارب صالح من الجيش كونهم يسببون الفوضى في البلاد، مؤكدة على أولوية هيكلة الجيش قبل الحوار. جاء ذلك خلال استقبالها للمبعوث الدولي جمال بن عمر. أنا أتفق مع لأنه يجب أن لا ننسى على أنه نحن في وضع جديد، وضع يعني اليمن يسير مستقبلا إن شاء الله نحو التغيير، لكن كل هذا بدأ بمطالب الشباب وبخروج الشباب للساحات. ولهذا أنا دائما أذكر الجميع على أنه كل ما يتم القيام به يعني خلال هذه المرحلة يجب أن يكون هذا مبني على فكرة تلبية طموحات الشباب في التغيير والديمقراطية وبناء دولة القانون. لابد من إنهاء انقسام الجيش والأمن الآن قبل الحديث عن الحوار. نحن بانتظار قرارات جريئة من قبل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بإقالة أحمد علي عبد الله صالح وعمار ويحيى وطارق وكل بقايا عائلة صالح التي تعمل بكل خبث وبكل يعني إصرار من أجل عدم استقرار هذا البلد، من أجل زرع الفتن والقلاقل في هذا البلد. مدينة